تضحك. ايوه اضحك اضحك. ما اصل اللي بتقوله ده يموت من الضحك. هي تلاقيها سلسله. سلسله ايه؟ سلسله لا ما ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى، سلسله ضهري، سلسله ضهري. خلينا في المهم. نعم. في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟ سعد الصغير ايه؟ لعيب جديد الاهلي هيمضيه بكره الساعه 1 الظهر. انا عايزك تروح قبل واحده وتمضيه، وادي شيك بنص مليون جنيه اهو دفعه التعاقد. شيك بنص مليون جنيه حق اللعيب؟ ايوه. خلاص الشيك معايا اهو، بكره الصبح الساعه 7 هبقى اطلع له. 7 الساعه 1 بقول لك. انا هصحى 7، انا عايز اصحى 7. خلاص انت حر. كدابه كيف السواق القلابه يا عم؟ هي ناقصه شعر؟ ما انت مشعل لوحدك. هو ناقصه شعر ولا ناقصه خانقتك انت؟ ايه يا واد تربي عند حلاق ولا ايه؟ انا قلت اخد بيدك. انت مال ابوك انت تاخد بيد ولا ما تاخدش بيد؟ انا هي ناقصه خانقتك يا اخي. جت سليمة يا بيه. الحمد لله الناس حربوك من الأوتوبيس ومشيوا. الساعة كام؟ الساعة 12 ونص. إيه؟ 12 ونص؟ لو سمحت أوضة بركات الصغير رقم كام؟ بركات الصغير بتاع الكورة. بتاع الكورة مش بتاع البليلة، بتاع بركات الصغير بتاع الكورة. هشوفه لحضرتك ساعة واحدة. يا سيدي ساعة إيه؟ الراجل هيطير مني. خلص شوفه. شوف الصغير. اتفضل. طب بس الواد بركات ده حتة لعيب. شفت الكرة اللي شالها من فلافيلو؟ يا سيدي فلافيلو مين؟ فلافيلو مين؟ في لعيب اسمه فلافيلو. اه اللي هو لونه بني محروق ده. يا سيدي بني محروق وانت طالب قهوة سادة؟ اسمه فلافيو. فلافيو خلص. حاضر. ايه ده؟ اتفضل. اصل انا بيني وبينك لسه متعلم على الكمبيوتر جديد. ما شاء الله. انا هدخل اعمل لك بحث عن طريق الاسم. يا سيدي اعمل بحث عن طريق الاسم، عن طريق المحافظة، عن طريق المديرية، بس خلص اللي جابه امي. عصب ليه؟ ايه ده؟ اتفضل يا سيدي. جناح 22/16. ايوه الدور ال 22 قاعه المؤتمرات. فخس على عينك. انا جاي امضي مع بركات. ايه اللي جاب محمد نجم هنا؟ زي اللي بيلمعوا جزم. طب روح انت دلوقتي ونبقى نكمل كلامنا بعدين. طب بكر بيه عملت لي ايه في الموضوع بتاع رشدي بيه لما قلت لك كلموني عشان عايز قرشينات؟ بأمارت ايه؟ شطارتك ولا خيابتك؟ شطارتي ايه وخيابه ايه؟ وانا طالع بملحق. انا بقول لك اللي حصل ده غصب عني. اعمل ايه؟ انت عارف انت سبب في خساره قد ايه؟ وكمان جاي تطلب فلوس؟ يا
يا بجعتك يا اخي. الله فيه يا بكر بيه، بجعتك في ايه؟ الله، ما انا ياما جبت لكم انضاءات لعيبه، وجبت لكم لعيبه من غير انضاءات، وجبت لكم لعيبه ملهاش دراعات عشان تمضي اساسا ومضيتها. انت عارف انا بوشك محفوظ، لو عايز تمضي بوش امضيهولك واجيبهولك اقعدهولك في الاحتياطي ويسخن طول الماتش كمان. اصحوا انتوا من غيري ولا تسقوا. عندك انت فاكر اللعيبه دي بتمضي عشان سواد عينيك؟ اللعيبه دي بتمضي عشان فلوس رشدي بيه اللي فاتح بيوتكم وماكلك وماكلهم. اكل مين ومشرب مين؟ يابا احنا شغالين عند التابعي. انت بتقول لنا الكلام ده؟ اه بقول لك انت الكلام الساعات نيلت. بقول لك انت الكلام ده. ايوه بقول لك يا بكر بيه، عايز نسبتي في اربع لعيبه. وبصراحه بقى كلامك انا مش هضمه، في عضله طالعه لي في الكلام من ناحيه كلامك ليا، مش فاهم ليه. عضله ايه دي؟ عضله كذب طالعه لي هنا، مش فاهم، مش هضمها. انت مرفوض. ما مرفوض مرفوض، احنا هنضربك من قلب الجنة ولا هنضربك من قلب الجنة. طب يلا سلم العقود اللي معاك، وسلم اللابتوب اللي معاك، وسلم الصورات اللعيبه اللي معاك. ايه اللي سلم؟ سلم انا اسوق اللي سلم نفسك البيت محاصر يا حراميه. اخلص. Shut your fucking mouth. لا اوعى زمزم. ايه اللي فاكم دي؟ فاكر دي نعرفها بالافلام الاجنبيه. مش انا اللي اتقال نذهب للجحيم يا بكر بيه؟ مش انا فاهم انجليزي كويس؟ انت ما قلت اطلع بره بدل ما اجيب لك الامن يخرجك بره يا حيوان. انا حيوان؟